وجهة البحر والشواطئ، وولاية عين تيمشنت على الخصوص تعرف هذه الأيام إقبالا متزايدا للمصطفين. والمزيد في مراسلة عبد القادر لسهل. تعرف شواطئ ولاية عين تيمشنت هذه الأيام إقبالا كبيرا من طرف المصطفين الذين قدموا من كل جهات الوطن وحتى من خارجه. فرغم النقائص التي لازالت تعيق تطور السياحة ببلادنا، إلا أن المجهودات المبذولة بتوفير الأمن والراحة للمصطفين ترك أثار إيجابية لدى زوار هذه المناطق السياحية. مضرب سياحي، مضرب عائلي، ما فيه الأمن، فيه السكيورتي، يعني كل حاجة، يعني حاجة يعني من نقاء حاجة، كل حاجة يعني الحمد لله ما شاء الله. أنا في 2007 وإحنا نجول هنا. وين وكل شيء، مرحبا بقناة الأجواء. هنا مش نقول لك خويا، هنا حاسين براحنا بيان، اون بلاص شابة، اون فامي، ما كاش كان سيكوريتي. استقبال مليح، الامن، لا سيكوريتي، سي كونفورتابل ما شاء الله مليح. احنا جينا من ولايه سعيده الحمد لله، عجبتنا بنصاف وعوليت موشنت، لي بلاج تاعها مليح، فيهم الامن، فيهم نقيين، ماهمش سي بروبر. هذه الشواطئ على غرار شواطئ مدريد ورشقون غلب عليهم الطابع العائلي، إلا أنهم لم يخلوا من تجمعات الشباب المعروفة بالحيوية والنشاط. السلام عليكم، احنا رانا جينا من وهران، جينا هنا رشقون بحرو، بغينا نبدلوا شوية أجواء تاعنا. وريت بأن شابة مليحة بون. لا بليبار هنا لي جو راهم رانا نشوفوا غير لي فامي مليحة، اون بلاج بور لي فامي. وهنا لا سيكوريتي كاين هنا مليحة، كاين لي بومبيي، كاين لي جوندار، كاين كلشي. حنا قاع لي ستيديون نقراو في يونيفرسيتي وحدة، هاد الصيف ديسيدينا نفوتو فونس هنا في رشقون، زعما داوري مليحة ما درناش لي جينا، كاين لا سيكوريتي، مام لي جون هنا زعما جايبين روحهم. اجتماعيا يناشد سكان حي 600 مسكن ببلدية بينام ديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس التكفل بإعادة تهيئة الحي، وهذا بترميم الثغرات الموجودة على العمارات والتي ساهمت في تسرب المياه عبر جدران السكنات، وهو ما أثار استياء السكان ناهيك عن